امبارح كنا بنتابع مع حضراتكم التقرير الخاص من مؤسسة هارفارد للتنمية اللي اتكلم عن وضع الاقتصاد المصري وتوقعه لنمو الاقتصاد المصري بحوالي 6.8%. صحيح، تمام، 6.8% زي ما قلت لحضراتكم امبارح، وان الاقتصاد المصري متوقع ليه انه يكون من اسرع الاقتصادات في العالم نموا. وقالت النهارده بقى كان لازم يكون بقى في رد فعل او تعليق او توضيح من الحكومه المصريه على هذا البيان وتفنيده. وزاره الماليه طلعت هي كمان النهارده بيان علقت فيه على تقرير مؤسسه هارفارد، وقالت الوزاره ان التقييم اللي توقعته هارفارد للاقتصاد المصري ده جه نتيجه ل او بيعكس تنوع وتطور القدرات الانتاجيه في مصر، بيؤكد كمان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، جهود تحفيز الاستثمار، النهوض بالصناعه الوطنيه، تعميق المكون المحلي. لان في النقطه دي كان هارفارد امبارح كانوا بيتكلموا على قصه الصادرات، انه مصر لاول مره بتتحط على خريطه التصدير في العالم، ان في بعض السلع بقى ليها مكان في خريطه التصدير، فانك انت بتصدر، انك بتصنع، انك ليك مكانه في العالم في هذا الملف. فده اللي اتكلم عنه التقرير، وده اللي وضحته وزارة المالية، ان احنا اهتمينا بملف الصادرات، اهتمينا بالمنتج او المكون المحلي في المنتجات اللي بنصدرها، وبالتالي جه التطور ده. كمان وزارة المالية بتقول ان الاقتصاد المصري اصبح، لا ده الاول كانت هارفارد بتقول كده، الاقتصاد المصري اصبح اكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية. علقت وزارة المالية وقالت إن مصر بقيادة الحكيمة تبني على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، ما زالت تحظى بإشادات دولية وتسعى جاهدة إلى بناء قدرتها في شتى القطاعات على أحدث ما وصل إليه العلم من أجل إرساء اقتصاد المعرفة. البيان كمان أكد على إن المشروعات القومية الغير مسبوقة اللي بيتم تنفيذها دلوقتي في مصر في مختلف المجالات بتأكد إن إحنا في إرادة ونية حقيقية إن إحنا نتوسع في الأنشطة الاقتصادية يبقى ليها قيمة مضافة. إزاي كمان نستغل الثروات الطبيعية اللي عندنا، إزاي ناخد من أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، إزاي نستفيد من هذه الخبرات، إزاي نواكب العالم، ازاي نعظم القدرات الانتاجيه للدوله. كان دايما في عباره يقول لك ايه، انت بتصدر خام يبقى انت بلد خام، ازاي تعمل القيمه المضافه، ازاي انك كده بتوفر فرص عمل اكتر، بيجي لك عائد اكبر، عجله الانتاج بتبقى اكبر. انت كمان بتتكلم على التصنيع، ملف التصنيع كان ملف برضو ما كانش موجود على الخريطه، شفنا طفره في هذا المجال. المهم انه في كمان عندنا المشروعات المتعلقه بالحياه اليوميه للمواطنين، بتكلم على اكلك وشربك، المشروعات اللي هي الاستزراع السمكي، الصوب الزراعيه، المحميات كمان اللي تم الشغل فيها وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، ان دي ثوره. ويمكن شفنا رئيس الشركه الاسبانيه ساعه افتتاح الصوب الزراعيه قال ان اللي بيحصل في مصر مش ثوره زراعيه لكن دي معجزه بكل المقاييس. ده كان تقرير هارفارد وكان بيان وزاره الماليه تعليقا عليه. هنفضل مع وزارة المالية، لأن النهاردة مسؤولين وزارة المالية اجتمعوا مع ممثلين شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة، لأنه كان في كلام يعني باختصار كده يعني بالبلد يقول لك إيه، إن في لازم يكون في ضريبة أو في خدمات مقدمة عبر الإنترنت وفي تطبيقات ضريبية مرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، فلازم يكون في تعاون، لازم يكون في شغل وتوافق يحصل ما بين الوزارة وما بين المسؤولين في شركة فيسبوك. ده منطلق من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول تانية في المجال ده. وزارة المالية بتقول إنه قريب قوي هينتهوا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، وبيشمل التطبيق الضريبي على إعلانات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، وده هيحصل من خلال فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب. كمان الوزارة هتنسق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما ده طبعا فيسبوك بعد ما ينتهوا من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، يعني هيقعدوا يتكلموا هيتناقشوا يشوفوا برضو مع الناس مع فيسبوك ده هيحصل إزاي، يعني إيه هم مقترحاتهم، شايفين إيه شكل الصياغة،
الضريبه تصورها ايه، الاعلانات اللي بتحصل، وكمان المشاهدات الكتيره والكلام ده. بيبقى في عندنا قنوات على اليوتيوب يعني فيها الملايين، وبالتالي بيبقى عائدها الملايين كمان. فان وزاره الماليه مع فيسبوك يشوفوا تصور من خلال مشروع قانون هيتم طرحه وهيتم مناقشته وصياغته مع القائمين على فيسبوك، وكمان طرحه على المجتمع المدني علشان تلقي مقترحاتهم برضو وارائهم حوالين القانون. وزارة المالية بتقول بقى أخيرا الهدف من إعداد التشريعات دي هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي اللي أصبح السمة الغالبة، وعلشان كمان ضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي. وبتأكد الوزارة ان ده مش هيتعارض ابدا مع تشجيع رواد الاعمال لضمان ان يكون في تنافس عادل في السوق، وانه في الاخر ده هينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد القومي ككل.